السنين بتمر والناس تفكر إنها أخذت منا القوة. والله فكرة إنه المسنين راحت عليهم هاي أكبر غلط. كبير السن مهمش لأنه دوره أو رأيه مش مسموع. أنا كنت مدير مدرسة، لما اتقاعدت الأشهر الأولى كان تليفوني ما يتوقف، بعدها صرت ما أسمع صوت التليفون، محدش لا يسأل وين أنت ولا شو صار معك. لأنه لما بدنا نطلع على شغلة خلص أنت كبير خليك في البيت، بدك تعطي رأيك في شيء بقولك ها إحنا اليوم في جيل الشباب مش في جيلكم. يعني أنتو في ناس المجتمع شوف كبير السن راحت عليه، أنت كبرت أنت زحقتنا أنت مش عارف إيش، يعني حرام الكبار يعني تجرحهم إنك تضريهم زي الطفل الصغير. يعني زي ما بيقولوا الكبير في العمر مغلوب عمره، لا كل مسن بيقدر يعطي، حتى لو هو في بيته وقاعد بيقدر يعطي، ممكن يربي أولاد، ممكن يدير باله أولاد، ممكن يعطي نصائح. تفرغت لعمل 3 كتب، كتاب الأول النشاط المهني لكبار السن، هو للمستهتر إنه الكبير خلص انتهى مجاله، ما بأخذ زمان وزمان غيره. الكبير في السن لازم نتعامل معاه حسب ظروفه، ممكن يكون بسمعش، ممكن يكون نظره خفيف، لازم حسب الظرف اللي هو فيه نتعامل معاه. لازم الناس ما يتخلوا عن الشخص كبير السن، هذا واحد منهم وكان له دور فعال. خلوه يخرفن وهو مش مخرفن. انا عندي اشياء مطرزه وتعبت عليها ونفسي البسها، بس خايف يعني انتقاد الناس يقول لك هذه مره كبيره تطلع شو لابسه تطلع شو عامله. كل انسان ما مزاج ما يلبس، مزاج اللبس. القيمه مش باللبس، القيمه بالاخلاق وفي القيم. انا من الناحيه الصحيه وجدت الرعايه اللي انا كنت اتمناها، لكن احبطت من الناحيه النفسيه. أنا شفت واحد مش هون عندي بالغسيل، يعني أولاده بروحوا برموه بظلوا مروحين، ولما بده يروح بتصل عليهم أكثر من مرة ليجوا ياخذوا، مهملينه نهائي. يعني حتى لما دخل المستشفى في آخر أيامه ما حد وصله. كبير السن لازم نرعى صحية. أنا عندي فيسبوك وعندي أصدقاء وعلى الواتساب بعرف وعلى اليوتيوب. ما كان عندي خبرة في الطباعة أو إعداد الكتب، اشتريت لابتوب ومن حوالي 10 سنوات، ومن 8 سنوات وأنا بعمل على طباعة هذه الكتب. كبير السن شاوره في كل إشي، وبعدين إذا بعجبك شوره امشي عليه، ما بعجبك شوره خلص. إنه هاي الشغلة ما بدنا إياها في البيت، ما بقدر يمون إنها تضل موجودة في البيت. قبل 5-6 سنين أنا كنت أروح واجي مواصلات، لما يجي يطلع واحد كبير وصير بده يحكي إشي كون واحد من الركاب قال له يا اختيار اسكت أنت، هذا الإشي ما بتفهم فيه. أنا بشوف في تمييز ضد كبار السن في المجتمع. لا تحكم عليهم حكم مسبق، بكرة سنين راح تمر عليك أنت كمان.